السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الامور ديالكم كلها تكون بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصلي على نبينا كالعاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده، واحمد معايا وحمزه معايا. واحد السلام عليكم، ويا رب كلكم تكونوا بخير، لاباس عليكم، وكل واحد فيكم يكون سانك سانك، وكون الصحه بخير، وكل سنه وانتم طيبين. وبمناسبه طبعا انتهاء 2020 بخير وسلام على سلامتك، وبداية عام جديد 2020 بس. والنهاردة عندنا فيديو جديد وحمام بيطير وحركات اليوم ما كانينش في الدار، جينا معروضين عند لوسي، نجح في لافاك ودار لينا عزومة. صح؟ من دا لوسي يا اختي؟ لوسي يعني رجل اخويا. لوسي يعني اخو احمد، احنا كاينين عند اخو احمد، احنا بنقول لوسي. وده ابن لوسي. مش ابن لوسي. شنو كتقولوا لي انتوما؟ اخو جوزي بس؟ سيلفي؟ انا عارف اخو جوزي بتقولوا له ايه؟ اخو جوزي اسمه ايه؟ بالمصري. ام زياد. هو اخو جوزي اسمه ايه بالمصري؟ هي حبكه تطبقوها؟ سيلفيك. سيلفي. سيلفي كيقولوا لي سيلفي. استنى اما ناخد سيلفي يا جدعان. سيلفي احنا كنقولوا لوسي، احنا عندنا لوسي. لوسي يعني محمد اقول له لوسي. تقول وانتي لوستي. انا لوستك. انا موافقه يا حاج. وصافي يعني نجح في لافاك وجينا عرضنا على حمام، هناكل حمام واسمه ايه؟ غادي ندخلكم الكوزينه وغادي تشوفوا شنو موجدين لنا. ولحمه بارده جودي قالت. لحمه بارده. وهذه جودي بنت لوسي، بنت خو احمد، احمد دواء عمه. كده مفهوم؟ لا احنا بنضمكم. يلا مين عايز يقول حاجه؟ قولوا لهم يعملوا اشتراك، اعملوا اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس. ايوه، ويعملوا لايك على الفيديو. يعملوا لايك. يلا كل يجي جنبي، اللي عايز يظهر يجي جنبي. انا هذا. يلا نعرفكم على العائله. يلا يلا ثواني ثواني. هذا انس. انس قول حاجه. انس. انا انس. علي صوتك عشان انا اسمي انس. وانا زيادي خالي. ايوه ماشي. وجودي. وانا اسمي جودي. وانا اسمي يوسف. وده يوسف، يوسف الجميل. وده حمزه. هتقول حاجه يا حمزه؟ اعملوا لايك. اعملوا لايك واعملوا كله يعمل كده لزياد. وزياد وزياد زياد ما بغاش يبان. جماهيره كتير مش دلوقتي. طيب دوسوا بقى، فعلوا الجرس وسبسكرايب. انا سؤال ساشا. دمروا الدنيا لايكات. اهم حاجه اللايك. ايوه اهم حاجه. وانا هعمل قناه قريب يعني. الهام ادتني تشجيع وهعمل قناه. ما ينافس. اعمل لي دعم. وانا اهم حاجه الاشتراك واللايك. دي اهم حاجه. عبد الرحمن العقل العليه. يلا عبود. بس يا جماعة دوشناكوا وعيناكوا. ما عادش واش الصوت طالع ولا لا؟ حيت العائلة عندنا. انتوا سامعيننا ولا مش سامعيننا؟ العائلة عندنا كتهضر كلها في دقة واحدة، وكنضحكوا كلنا في دقة واحدة، وما عندنا عندنا الدنيا هانية. احنا المصريين المجانين فرفوشين. ازيكم عاملين ايه؟ هذه حماتي الله يطول في عمرها ويعطيها الصحة. الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب. وانت جاي لي النهارده يا ام؟ جاي اكل حمام. جاي عشان عيد ميلاد النهارده. اليوم عيد ميلاد ديال حماتي. قولوا لي في التعليق كل عام وانت بخير وعيد ميلاد سعيد. يلا كل شيء يهني حماتي. قولوا لهم يما شجعوا القناه. شجعوا القناه وفعلوا القناه. قولي لهم اتفرجوا في الهام مش احمد. اتفرجوا في الهام واحمد مش احمد. كل سنة وانتم طيبين. بس حلو قوي. وجاي النهاردة عشان اكل الحمامة قبل ما الحمام برضو. كله جاي عشان الحمام. لا تحب تقول لي ايه للفانز ديال القناة؟ تحب تقول لي ايه للجمهور والمتابعين؟ منورين والله. طب اديهم لايك. لايكين كمان. وصافي دابا غادي ندخلكم الكوزينة باش تشوفوا شنو داير لينا بعد زور محمد رمضان. نتلاقاو في الكوزينة.
المهم دخلت الكوزينه نشوفهم شنو كيديروا. شنو هذا؟ تعالى يا عمو لابسين. ايه ده يا محمد؟ ده اسمه ايه؟ ده عرق تربيانكو بيجيب من البقرة حتة معينة فيها، فبنقوم ايه متبلينه ونحطه في التتبيلة لمدة يوم، بعد كده بنقوم مربطينه تربيطة حلوة عشان يمسك روحه. بعد ما بنربطه بنقوم ايه بيستوي في الفرن على النار فوق الاول، نديله صدمة نشوحه، بعد كده بنحطه الفرن لمدة ساعة لانه طبعا لازم عشان يستوي. بعد ما بيستوي يعني هو المفروض بيطلع جوزي زي ما احنا شايفين كده، شكله حلو ده كده في مرحلة التقطيع. هو بيتاكل ساقع؟ بيتاكل ايوه ساقع. بعد كده هي اللحمة الباردة، ما هي لحمة باردة، هو ده اللحمة الباردة. ايوه هو ده اللحمة الباردة، بس لسه هنقطعه. طب ما مكونات هند بقى هي اللي هتقول لك على المكونات بتاعه الخلطة اللي عملت بيها. ماشي ماشي يا جماعة، لازم السكينة تكون حامية. ايوه لازم. وهنقطع حتة واحدة على طول. يا الهي احنا هنشوف الفيديو بتاعه ولا الفيديو بتاعنا؟ جاب كام؟ هو ده عرق التربينكو؟ التربيانكو. تربيانكو. واحنا عندنا معروف محمد في العائلة، تبارك الله عليه، الشيف، الشيف ديال العائلة، طباخ ماهر. العرق ده عشان نبقى عارفين هو بيبتدي من كيلو بس، طبعا عشان الكيلو ده على قد نفر او نفرين، لكن احنا العرق ده جايبينه 3 كيلو. علشان لما يكون في عزومه ولا حاجه ما بيجيش اقل من كده، لانه هو طبيعي وانت جايباه 3 كيلو فبيشد وما بتشيل الدهون من عليه، وبعد ما بيستوي كمان بيقل زي ما احنا شايفين كده. وهو زي ما انت شايفه دلوقتي اللحمه ايه طبعا لسه هيترطوا، لسه الايه الخلطه بتاعته بقى اللي هتتحط عليه. لسه يتحط عليه صلصه دي في الاخر بعد ما الرز بترش عليه. هذه سلفتي هي اللي غادي تشرح لي هذا الصوص. هذا عباره على شنو؟ تعرف ربيع الناس بيبقوا بيطبخوش كده، انا مسويه قوي عشان التتبيله. هنقول التتبيله هي ايه؟ احنا جبنا اللحمه بس انا قلت هتتريقوا بلاش. لا لا العرق زي ما انتوا شايفين اهو ده 3 كيلو. بعد كده بعد ما بتشيل العرق الزيت والسمنه اللي بيبقى في الصينيه بنحط عليه قالب مرقه لحمه، وبتحطي معلقه دقيق وبتشوحي مع صوص معين. الصوص يا ربيع هي صوص اللحمه، صوص اللحمه هو شرايح حطيت في 3 شرايح زي البودره كده بس تشوح وتحطي بقى الميه. ماشي انا ممكن احطهم في الميكرويف شويه زي السمك كده. هعمل لكم كده. تسلم ايديك اصلا حد كل واحد شويه. هذا اول الصوص اللي دايرين مرقه اللحمه او صوص الدمجليس. شكرا يا جميل، تسلم ايديكو. شنو داير لينا عاود ثاني؟ هذا الرقاق. الرقاق بنسميه شوربة الحمام. راه اليوم داير لينا حمام. بعد كده بنعطج اللحمة وبنحطها زي البيتزا، ما بنحطش اللحمة لوحدها، في خضار. هذا الخضار اللي بنحطه مع اللحمة. بحل طماطم وفلفل الوان بحل جلاش. ايوه بحل جلاش. الناس اللي متابعيني جبنه موتزاريلا. هذا فيه جبنه موتزاريلا. ايه يا معلم الناس اللي متابعيني راه ديجا حطيت الجلاش، وهذا راه تقريبا قريب للجلاش، غير هذا كيتسقى بالمرق، هما ساقينه بالمرقه ديال الحمام حيت دايرين لينا حمام. انا كل حمام. احنا بنسويه من فوق عشان يبقى طري وجميل زي الجلاش. شكله حلو. في ناس بتعمله في الفرن بس بيطلع ناشف. ايوه هي ده بركه طيبه من فوق البوطه. كاين ناس اللي كيدخلوا للبره الحته دي وتقولي اعطوني باش ندوق باش نعطيهم الراي. حلو حلو جميل. كما قلت لكم راه دايرين لنا حمام، اللي كيبغيك في مصر اللي بيحبك كما كيقولوا كيعرض عليك الحمام. بيعمل لك حمام. اللي بيحب حد بيعمل له حمام. صح. وهو الحمام تبارك الله ما شاء الله. دي اللحمه ما كرهتش حتى انتم تجيو تاكلوا معنا الحمام. شي نهار ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديال الحمام. تعالوا كلوا معانا. وحمزه كيقول لكم تعالوا كلوا معانا. حبيبي. نعم. تبارك الله. وهذه السلطه تاعي وده ايه؟
لا ده لسه هيستوي. دي حاجه الشوربه شوربه الحمام. بنوريكم الاعداد يعني معاناه وبتاع اعدادات على قدم وساق. ام جودي حادقه حادقه كما كنقولوا احنا في المغرب، يا شاطره. ده المعاون ديالها. قولي جوزك بيعمل ايه هنا؟ لحمه البارده. ها هو كمان ما بغاش يطلع في التلفزيون عادي. وده ايه هنا؟ ده البقدونس. ودي ايه هنا؟ استنى البلدي. اه شايفين. اوه يا جمال ويا جمال حلو. الله عليه الله عليه تبارك الله على الشيف محمد. بس تجهيزات هن. ايوه من غير ستات مفيش حاجه. اهو محمد ليه الديكور اهو. احنا الاصل والباقي تقليد. اهو اهو ودي المواعين اهو. ادي المواعين بنخلص اول باول عشان الحوض يبقى نظيف والدنيا تبقى نظيفه ونقدر نتحرك. دي لوسي لوستك. لوستي ولا بوستك؟ لوستي لوستي ولا جوستك؟ لوستي. تبارك الله على حادقه. احنا اصلا العائله ديالنا كلها حادقه. اها وده راديو زمان يا جماعه. ونظفت اول باول ولازم النظافه يا جماعه. اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو. دي مرحلة التجهيز يعني. كل دوت هيطلع في السانكا بلانكا اهو. ايه يا طوفة مال اهو وصافي. ملي كنهضر معاهم مغربي كيقولوا لي كيقولوا لي ضحكتي علينا ما علمتيناش مغربي. كنقول لهم باش منين درنا ما يمتش شي حد ما يفهمني. طب افتح حوار مع حد. طيب هند اللي تنظر خلي كلمي هندي مغربي كده. قولوا لهم كنتمنى حاجه بلاش عليكم بلاش عليكم بلاش. يلا اهم لقطه. ايلا هوبا هلا 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 ما شاء الله ما شاء الله. يا جماله يا جماله يا تكاته يا حركاته يا تكاته يا حركاته. احنا نشوف اعلى فيديو. ما احنا داخلين منافسه. قال لك راه داخلين منافسه مع الفيديو اللي كنت درت عند لوستي. غادي نشوفوا شكون اللي غادي يدير اكثر مشاهدات. حاجه جديده المخرطه انت. شوفوا شوفوا كيفاش يقطع. المصريين بيعملوا ايه؟ رسالة الا كل رجل مغربي يجب عليك ان تتعاون مع زوجتك في المطبخ قصدي في الكوزينة. تقطيع جديد. طبعا هو مش بيقطع ملوخية يا جماعة بس هو ايه بيقطع سانكا بطريقة جديدة يعني سهلة. طريقة سهلة اسهل طريقة. رقاق بيتزا اي حاجة هي دي اسهل حاجة. بصي تقطع على طول. طيب قول لا عيب عليك بقى بيتزا. قول السمنة البلدي مع اللحمة. ايوه الباقي البيتزا بقى. الهبة هنا امبارح. اوه سقف يا جماعة. نعم احمد مستحيل يبقى يكون في الكوزينة وما ياكلش ضروري. انا قلت لهم ما تدخلنيش الكوزينة. هذه الخطوة الأولى ضروري خصنا نشربوا شربة الحمام. تسمع ازاي؟ هما كيضحكوا عليا حيت كنهضر زعما بالمغربي. تضحكوا عليا عشان بتكلم مغربي؟ لا وهذه الخطوة الأولى طريقتنا. المهم أول حاجة كنبداو بها دائما أصلا معروف هي الشوربة. ضروري أول حاجة كيفتحوا بها المعدة هي الشوربة كتكون سخونة وهذه شوربة الحمام. يلا بسم الله بسم الله. وهذه لوستي راه غادي تدخل الحمام باش يتحمر. بتعمل لي ام شهد. ام شهد بعمل ايه؟ الحمام بدهنه زبده عشان يبقى يطلع ايه يطلع حلو ومحمر يعني. زبده بقى وهيترش عليه ملح وكمون ملح وفلفل وكزبره. ماشي ودي زبده بلدي طبعا. وهيدهن وهيدخل الفرن. المصريين ضروري خصهم يدخلوا الزبده البلدي ديالهم. احنا عندنا زيت الزيتون اساسيه هما عندهم الزبده البلديه حاجه اساسيه في الماكله ديالهم. وفي ما شاء الله ما شاء الله الملوخيه الملوخيه الخضراء. ودايرين لنا حتى الملوخيه بلاتي غادي نوريكم شوربه الحمام. وام جودي كدير لنا الملوخيه. شفتي الملوخيه؟ الملوخيه بيشهقوا لها لسه. انا عمري ما عملت ملوخيه. شوربه الحمام وحطينا معلقه صغيره من الثوم الملح وبنسيبها كده تستوي شويه وبعد كده بقى هنعمل لها الطشه بقى ونقول لها ايه يعني الشقه كده الشقه بتبقى لما بتحط الطشه. عرفتي ملي كيجيو يديروا ديك الطشه الثوم ملي كيزيدوا الثوم ف
الملوخيه ضروري كيديروا واحد الصوت زعما كيشهقوا زعما باش تطلع الملوخيه من داك الشيء كيديروا. وهذه الشوربه ديال الحمام وهذا الشيء اللي بقى منها لحقاش كيف ما شفتوا معايا شربوا منها وداروا منها الملوخيه وسقوا بها الرقاق. المهم الشوربه كتكون ضروريه كيديروا بها شحال من حاجه. اعملي الطماطم اللي هي الكزبره والفلفل وشويه ملح. ها هي كترش عليهم رش 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 على الكزبر ناشف وشويه يعني ديال الملح والابزار كده بقى يدخل الفرن بدل قليه الزيت ويشرب ايه زيت. ايوه هي حته الزبده والتوابل دي وتطلع بقى بألف هنا والشفا اللي ايه للي ياكل. الله يهنيكي ام مشروق حادقه هي عاوتاني الشيف ديال العائله في العائلات. عندنا في الذكور عندنا الشيف محمد وفي العيالات عندنا الشيف ام مشروق. لا بس انا ما عملتش حاجه ام جودي اللي عامله كل حاجه. ايوه ام جودي هي اللي عملت. انا بتكلم يعني انك في العيله اصلا انت في العيله الطباخه شاطره الطباخه ديال العيله. لكن طبعا ام جودي هي اللي دارت لنا العزومه وهي اللي دارت كل شيء ما شاء الله عليها. البلدي 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 المصري. ايوه هذا ممكن يكون يقولوا عليا التكاوي او أيوة. الحاجات الجديده وصافي هما دخلوا لنا الحمام الفران. ابن الجيران شاغل لنا عنايا وانا في المكان وفي خلق حواليا شفت القمر سهرني لياليا وهموت عليك رب العالم بيا وتجيك تلاقيني لسه بخيري مش هتبال غيري. ايوه انا غيري ما فيش بهواي انت لسه معايا عينك دي ليا مرايا يا جمال مراية دلوقتي احنا بنعمل الطشه يا جماعه. حطينا شويه زيت ذره والثومه ونص قالب ماجي لحمه وبنشوحهم كده لحد ما اللون يبقى يصفر ونحط الكزبره. نعمل اهم حاجه دي اهم حاجه بجد بجد بتعملوها بنعملها بجد. انا بحسبها هزار. الشقه دي لازم انا والله بحسبها هزار عشان تطلع مسكره. ولو ما عملناش كده تطلع وحشة. سمعتوها 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 شاقت. انا درت الشاقة. لا ارحمي احط شوية ملوخية. استني بقى استني يعني ارحمي دلوقتي ارحميها ارحميها. ايوه يعني عشان تاخد اللي ايه الصوص بقى اللي بصي بقى بصي اهو هي دي. تعملي كده عشان تعمل عرق صحي حلو. ايوه شطار. احنا ما عندناش الملوخيه دي في المغرب. انت ما بتاكلهاش اساسا الملوخيه دي عشان كده مش عارفاها. عارفه لو بتاكليها ما عندناش اصلا. ما عندكيش؟ ما فيش. لا والله في المغرب خالص حاجه اسمها ملوخيه. احنا عندنا الباميه اللي بيقولوا عليها الباميه احنا بنقول عليها ملوخيه. والله والله احطها على فوق جنب البيت كده بتغلي ولا خلاص. هتغلي؟ هو يا لا ده هي خلاص يعني. لم. لم. وخلاص تسلم ايديكي. يلا سكر محلي محطوط على كريمه كلامك شغلني وعنك بموت فيها فهمت عيني من قبل ما اتكلم مش عايزه غيرك ده قلبي
ملت من قطعي. دلوقتي يا جماعه انا بقى اللي هتكلم بس يا صوري الواد المفروع ده في اليوم الجميل دوت هناكل حمام وهناكل لحمه بارده وشلاطه وملوخيه بالارانب. قول يا حبيبي يلا سيب ايدك والله وبطاطس عندكم وكله كله محمد كله كله كله. وبنحب طبعا نبارك لاخويا ما بعرفش اتكلم مع حد يخصني ده عشان ايه بتكسف بس بقول له عقبال الدكتوراه والماجستير الف 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 مليون مبروك ودايما عامل ونقول له كده ناكل يوم حجك ان شاء الله بابا. ونقول له ربنا يبارك لك في صحتك وفي عيالك وفي مراتك يا بابا. وبنشكر طبعا ست البيت مدام 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 هند بنشكرها على طبعا على الاكل الجميل اللي هي عملته دوت. والواد زياد قاعد ياكل كتير يا جماعه احنا عاوزين ناكل بس المشكله هي مركزه معايا عادي وانتظرونا في مفاجآت اخرى كتير ان شاء الله. عيد الميلاد ها تحبي تقولي ايه يا هند؟ بنقول لك ميرسي وشكرا وتسلم ايديكي تسلم ايديك. بصوا احنا مش عارفين نقول ايه النهارده العيد الجميل ده دايما كده يا رب يعيش ويعمل لكم عزومات الله يخليك يا رب الله يخليك. لسه منتظرين عيد الميلاد ان شاء الله. عيد ميلاد ده قولي ان شاء الله والله جعان. وانت تحبي تقول ايه؟ الهام جنب احمد وهذه التورته ديال حماتي حتى النهار العيد ميلاد ديالها. سامع بغيتكم كلكم تعالوا تبركوا ليها العيد ميلاد. ايوا الله 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 يلا ابداعات اللنجويني اللنجويني لما بيبدع يا رب. هذا الجلاش والكنافه صنع منزلي لوستيه اللي دايره تبارك الله عليها حادقه. كنافه جلاش محشي بكنافه والمكسرات محشي كنافه ومكسرات لوستي وعبد الرحمن ودي مزيان. هذه اللي دارت اللي دارت الكنافه والجلاش هي لوستي ام زياد اللي كنت عند هذيك النهار. لوستي ام عبد الرحمن يعني عندي جوج ديال الويسات الله يخليهم ليا. ربنا يخليكم ليا ربنا يخليك لينا عاد فراق سهر لي ليالي وهموت عليك رب العالم بيا وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقى غيري. ايوه انا غيري ما فيش بهواي انت لسه معايا عينك دي ليا مرايا يا جمال مرايه العيد. وصافي دابا وصلنا النهاية ديال الفيديو ديالنا. دوزنا واحد النهار زوين مع العائله اجواء عائليه زوينه بصراحه. عائله راجلي عائله فرفوشه وعزيز عليهم الضحك وعزيز عليهم اللمه والواحد ملي كيجلس معاهم كيحس براسو انه مع العائله ديالو. وصافي تغدينا ومن بعد احتفلنا بالعيد ميلاد ديال حماتي وكان حتى العيد ميلاد ديال بنت لوستي شروق كندلعوها كنقولوا لها شوشو. اول مره تتعمل التوثيقه ديت بنوثقها مره نشارككم العائله المصريه اختك اللي كانت بتشرب الاول. شكرا لكل اللي تعب معانا في الحمام واللحمه والبسبوسه والكنافه والجاتو كل شيء. وشكرا للي كان والشري بتعب تعب تعب هي بتاكل وانا بتكلم كانت تخليني وناكل ولحظات جميله. يا رب ما نكونش كنت قال عليكم نكون ضيوف كده خفاف عليكم ويا رب نكون
قدرنا نسعدكم شويه معانا وتفرحوا معانا ونقربوكم منا ونقربوكم منكم وان شاء الله نقربوكم منكم. اي حاجه بقى تاثير الماكله نعم كان بغيكم بزاف كلكم كبار صغار وصافي دابا بقى لينا غير نقول لكم تهلاو في ريسكم خلوا لينا لي جيم ولي كومونتير اللي باقي ما شارك في القناه يشترك ويفعل الجرس واذا كيعجبكم الحال هذه الفيديوهات كتبوا عليا باش نشارككم دائما تجمعات ديال العائله ديالي المصريه وتهلاو ليا في ريسكم وعائلتي المصريه غادي تقول لكم واحد الحاجه يلا 1 2 3 كان بغيكم كنبغيكم بزاف يلا السلام عليكم عليكم السلام.